مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه وسط. بنتواصل في مجموعه من الموضوعات اللي بتدور في فلك حياتكم، بالاضافه لمتابعه الاهم واخر الاخبار والشائعات. وحقيقه هذه الشائعات، دايما لدينا حقيقه ما يثار في كل مكان. خلوني ابدا من واحده من الشائعات اللي احنا رصدناها خلال الفتره الماضيه، وهي زياده الرسوم الجمركيه خلال الفتره المقبله. وزاره الماليه أعلنت أنه غير صحيح، وأن الرسوم الجمركية على مختلف الواردات ثابتة دون أي زيادة، وأن وزارة المالية تشير إلى أنه جاري تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي سيسهم في تقديم عدد من التيسيرات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك، سواء من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية. بالإضافة إن كان معنا خبر تاني مهم جدا مرتبط بهذا الموضوع أمس، وهو فكرة إن من داتا من يوليو 2021 لن يتم إدخال أي بضائع إلا بعد تسجيلها في نظام البضائع مسبق التسجيل. خلونا نعرف أكثر عن هذا الموضوع وعن التطور في مصلحة الجمارك. معي عبر الهاتف الأستاذ كمال ريان، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ كمال تحياتي. أهلا وسهلا. أستاذ كمال، يعني أعتقد أن احنا في خلال فترة قليلة جدا هنشوف تحديث شامل في منظومة الجمارك، تابعت هذا الموضوع إزاي؟ نعم، يعني بالفعل هو التحديث بدأ بالفعل في منظومة الجمارك، في ميكنة كاملة بتتم بمنظومة الجمارك. هذه الميكنة بتهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف. أولا هي بتيسر على المتعاملين مع الجمارك، ولو بنتكلم عن المتعاملين مع الجمارك احنا مش بنتكلم بس عن المستثمرين أو المستوردين أو المصدرين، لكن أيضا المواطن المصري. المواطن المصري لما تكون في إجراءات في تيسيرات في دخول السلع، ده معنى كده أن السلع متوفرة، أن ما بيحصلش نقص في السلع، ما يحصلش فترة تواجد السلع في الموانئ ما تطولش، ما بتعملش تكلفة زيادة عليها، فبالتالي بتطرح السلع بشكل ميسر وسريع في السوق المصري، وده بيخفض التكلفة نفسها. الحاجة الثانية طبعا مستلزمات الإنتاج أيضا في الصناعة لما بتيجي بسرعة، ده بيساهم في زيادة الإنتاج، إن ما يكونش فيه تعقيد في الإجراءات أو تعطل في الإنتاج. عشان كده طبعا اجراءات الميكان اللي بتتم حاليا بتتم بشكل كامل زي ما حضرتك اشرت، ان شاء الله ابتداء من يوليو هيكون في تسجيل مسبق لكل الـ 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 البضائع الوارده. نعم، البضائع الوارده. نعم، عدا ده على فكره بيحقق مصلحه للمستورد نفسه او اللي جاي، لان هو التسجيل المسبق بيسهل اجراءات دخولها وما يخليش فيه تعطل في الموانئ. فالحقيقه دي يعني، وده ايضا في اطار توجه الدوله بشكل كامل نحو التحول الرقمي والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات. فيعني هذه المنظومه بتهدف الى التيسير على المستثمرين وعلى وايضا يعني بينتفع منها المواطن نفسه، وفي نفس الوقت بتحفظ موارد الدوله ايضا، وبتضمن عمليه الانضباط في السلع اللي داخله وفي تحديد السلع اللي داخله، وايضا يعني بتكون يعني السلع معروفه جيدا وداخله بشكل منضبط، فده بيحقق مصلحه الجميع يعني. صحيح. أنا بشكرك الأستاذ كمال ريان، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا على هذا التعليق. ننتقل إلى موضوع حلقة اليوم. موضوع حلقة اليوم موضوع هام جدا مرتبط بكل موظفين الجهاز الإداري للدولة، وأيضا بعد كده هيتطبق بشكل تاني على جميع الموظفين سواء في القطاع الخاص وفي المناطق الحساسة. وإحنا شفنا من فترة بدأ تطبيق الكشف المفاجئ على سائقين الأوتوبيسات المدرسية، على السائقين العاديين، على سائقين النقل، على الموظفين العاملين في الدولة، كشف المخدرات. كشف المخدرات طبعا في الفترة اللي فاتت كان في فترة سماح، وما زالت فترة السماح مستمرة معانا 6 شهور كمان بعد صدور هذا القرار أو القانون، إن أي موظف بيعاني من الإدمان بيروح يسجل نفسه بسرية تامة في مراكز علاج الإدمان والتأهيل ويبدأ يعود لشغله بشكل صحيح تاني. لكن بعد هذه الفترة أي موظف في أي مصلحة حكومية وربما يكون غير حكومية بعد كده، مع الكشف المفاجئ لو اتضح إنه هو مدمن للمخدرات بأنواعها المختلفة أي نوع منها، سيتم فصله نهائيا. طبعا
ده قرار جريء جدا وقوي جدا، وهنتابع معاكم أهمية هذا القرار على الصعيد الشخصي وعلى صعيد العمل وعلى صعيد الإنتاج في الدولة وعلى صعيد الأسر أيضا. سؤال حلقة اليوم هيكون كالتالي: ما تأثيرات فصل الموظف المتعاطي للمخدرات على حماية المواطنين والمرافق العامة؟ هطرح عليكم السؤال مرة تانية: ما تأثيرات فصل الموظف المتعاطي للمخدرات على حماية المواطنين والمرافق العامة؟ طبعا هذا القانون وفق عليه في مجلس النواب على ما يسمى بمشروع قانون، وبيسمح بإنهاء، طبعا احنا عارفين ان إنهاء تعاقد اي موظف خاصة في الجهاز الإداري للدولة ده صعب، لازم ما يسمى باللجنة الثلاثية ويثبت إهمال وغيره وغيره وغيره، لكن الآن مجرد إثبات ان هو بيتعاطى المخدرات بأي نوع، عشان في ناس بتقول لك في انواع ما هياش مؤثرة وفي انواع مؤثرة، لا، اي نوع من انواع المخدرات هيتم فصله نهائيا من الخدمة، يبقى هو كده بيهد بيته بإيده. طبعا القانون بيدي للموظف بداية من الآن فترة 6 أشهر، وهيطبق في عام 2022 من 1/1/2022، ودي أعتقد إن هي مدة كافية لأي واحد بيتعاطى المخدرات بأي نوع، محدش يقول لي يعني بشكل بسيط أو بشكل غير بسيط، لكن هو المخدرات البسيطة زي غير البسيطة. خلونا نطلع الفصل المعلومات السريع ده حول موضوع حلقة اليوم، ثم نبدأ بعدها معكم التواصل. طبعا نحن نتحدث الآن عن مهلة 6 شهور زي ما قلنا، وهذه المهلة موفرة لجميع الموظفين العاملين في الدولة ان هو يروح يقدم في صندوق طبعا مكافحة وعلاج الإدمان، وده تابع لوزارة التضامن، هيتم علاجه في سرية تامة والمدة 6 شهور، وزي ما قلنا 6 شهور ديت هتكون كافية جدا ان هو يستمر في عمله وما نخرجش. خلونا نعرف اكثر مع دكتور هشام جمعة، اخصائي علم النفس وعلاج الادمان بصندوق مكافحه وعلاج الادمان. دكتور هشام تحياتي واهلا بحضرتك معانا. دكتور هشام، الو دكتور هشام، الو، اهلا بحضرتك يا دكتور هشام، معايا على الهواء، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم وكل الساده المشاهدين. دكتور هشام، خلينا اسالك سريعا يعني حول اهميه هذا القانون والمهلة 6 شهور دي، شايف ان هي ممكن تساعد المدمنين على تعاطي المخدرات ان هم يقلعوا في هذه الفترة؟ في الحقيقة القانون ده فعلا يعني طال انتظاره، يعني يمكن اهمته بتيجي في الحوادث اللي بنسمع عنها كل يوم بسبب تناول المخدرات. يمكن سمعنا فترة أخيرة عن كثير جدا من الحوادث اللي تمت وهي سبب بعد كده إن مرتكبيها كانوا بيتعاطوا مخدرات. نعم. يمكن المخدرات وانتشارها في فترة أخيرة في المجتمع المصري، يمكن مع تنوعها واستحداث أنواعها، ويمكن آخر المخدرات الجديدة زي الاستروكس والفودو، من المخدرات اللي بتضرب الجهاز العصبي بشكل شديد جدا. صحيح. فبتدمر الانتباه وبتعمل خلل في إدراك المسافات وبتعمل خلل في الإدراك بشكل عام، وبتؤدي في بعض الأحيان لفقد الوعي. ففعلا احنا من خلال القانون ده الهدف كان الاساسي هو حمايه المواطن، عشان نبتدي ان احنا نعاقب ونعمل عمليه ردع على مستوى الردع العام وعلى مستوى الردع الخاص، عشان نبتدي يبقى في قرار رادع يبتدي يخلي الناس تخاف تقبل على المخدرات. وكمان الناس اللي دخلت جوه الدوامه دي اديناها مهله عشان نبتدي ان احنا نوجهها للعلاج. ويمكن الدوله متمثله في صندوق مكافحه علاج الادمان و
وزاره التضامن الاجتماعي تحت رعايه معالي وزير التضامن الدكتور نبيل القباش بترعى قصه علاج الادمان على مر السنين، وكمان بتقدمه للمواطنين بالمجان بالكامل وبسريه تامه. نعم. طيب خليني اسالك بقى سؤال عام ونتكلم بقى في موضوع المخدرات بشكل، عشان احنا كمصريين عندنا urban myths او يعني اسمها خرافات محليه، اللي هي ان الحشيش مش عارف ايه والبانجو كذا والادويه اللي هي اصلا تستخدم للعلاج مش عارف ايه، والكابجين اللي هو الوقت دخلت في جداول التعاطي هو اصلا للتخسيس وللانتباه وغيره. خلينا نتكلم فكرة المخدرات ايه، واقول امتى الانسان مدمن. طيب خلينا نتكلم بس على زي ما حكيت بعض الخرافات او الافكار المغلوطة اللي بتدور ما بين كتير من الشباب، ويمكن هم دول الفئة الغالبة من المتعاطين، ان فعلا في افكار كتير خاطئة بتدور حوالين المخدرات، زي فعلا ان الحشيش مش ادمان وان مالوش اعراض انسحاب وان انت ممكن تشربه في اي وقت وتوقفه في اي وقت. للاسف بس لازم نوضح للناس ان الحشيش يا جماعه من الحاجات اللي بتسبب ادمانيه، ولكن اعراض الانسحاب يمكن هي مختلفه عن اعراض الانسحاب في بقيه المخدرات. يمكن الحشيش بيعمل اعراض انسحاب، ولكن اعراض انسحاب على المستوى النفسي وليس على المستوى الجسدي. نعم. الحشيش في وقت من الاوقات ممكن يخرج من مرحله التعاطي ويوصل ان هو يبقى ادمان. طيب ايه الفرق ما بين التعاطي والادمان عشان بس يبقى واضح للساده المشاهدين؟ ان المتعاطي ممكن ياخد الجرعه، ولكن الجرعه دي ما تزيدش مع الوقت. نعم. او احتياجه للجرعه اللي بعديها ما هوش ضروري قوي، او ممكن يبقى فيه مسافات. بالظبط، ما فيش انتظام لا في الزمن ولا في الجرعه او الكميه، يعني نعم. الجرعه لو قلت زادت مش مشكله، وكمان الجرعه وقتها ممكن ما يبقاش منتظم، وان هو لو وقفها كمان ما يبداش جسمه يوجعه. لكن الادمان بقى بنتكلم على شكل مختلف خالص من التعاطي، احنا بنتكلم على الصوره الكامله من التعاطي اللي بيكون فيها انشغال طول الوقت بانا هجيب المخدر منين او هجيب المخدر ازاي. يمكن ده اول شرط. الشرط الثاني ان يحصل تحمل مع الوقت، حاجه اسمها التولرنس او التحمل، ان يبتدي يحصل زياده في الجرعه اللي المتعاطي او المدمن محتاجها. وان هو كمان الشرط الثالث لو توقف عن الادمان ده يبتدي يحصل له اعراض انسحاب. تمام. الشرط ده الهام جدا والجوهري اللي بيفرق المخدرات عن اي حاجه ثانيه ممكن يحصل فيها ادمانيه او اعتماديه، اللي هو حاجه بنسميها اختلال الاداء الوظيفي، ان الشخص يبتدي يخل بادواره الاجتماعيه، يعني يبتدي لو هو بيشتغل ما يروحش الشغل، لو ابنه تعبان، وسمعنا عن حالات من دي كتير، لو ابنه تعبان ياخد فلوس الدواء او فلوس كشف الدكتور يجيب بيها مخدر، ما يقدرش يقوم بكل ادواره الاجتماعيه. بالاخر احنا سمعنا اللي قتل جدته او جده، واللي سمعنا اللي قتل والدته ووالده علشان فلوس المخدرات في خناقه. اه طبعا، لان احنا بنوصل هنا لان ده زي ما قلت لك ده اول شرط، بيبقى ده الانشغال الاول والاهم، ان انا هجيبها منين او هجيب فلوسها منين. يمكن المخدرات زي ما حضرتك قلت هي بتؤدي الى بعض الجرائم، ولكن لازم برضه نوضح للناس ان المدمن هو شخص مريض، مش مجرم في الاساس، حتى وان كان الادمان في بعض الاحيان ممكن يؤدي للجرائم، ولكن هو مريض وممكن يتعالج، والدوله فعلا بتعالجه الفتره دي زي ما قلنا من خلال الخط الداخلي لعلاج الادمان اللي هو رقم 160-23، طول الوقت بتقدم الخدمه من خلال الرقم ده في صندوق علاج الادمان بالمجان بالكامل وبسريه تامه، عشان صحيح نبتدي نوفر الخدمه لكل الناس، وعندنا 26 مركز على مستوى الجمهوريه دلوقتي عشان نبتدي نقرب لكل. واحنا لازم نحييكم على الخطوه اللي سبقت ده من سنتين، فكره الكشف وعلاج متعاطي المخدرات من سواقين المدارس اللي كانت بتحصل حوادث، وبنشوف وبنربط ده بقى بالحوادث، حوادث النقل، لان اغلب سواقين، بنقول اغلب مش كل سائقين نقل وبيتعاطوا بشكل ما، بيقول لك عشان اسهر وعشان اقدر اشوف الطريق وعشان، والحادثتين الاخرين في القطارات تقريبا الحادثتين السائق او معاون السائق الاثنين كانوا اكتشفنا ان هم متعاطين للمخدرات بشكل ما. يبقى هنا احنا بنتكلم على التأثير على حياة البشر بشكل مباشر. خلينا نقول برضو ان زي ما حضرتك قلت الحملات دي مستمرة يمكن من سنتين او اكثر من سنتين، وكانت البدايات اللي جات منها الفكرة بتاعت الحملات دي هي فعلا الحوادث اللي بتحصل من خلال السائقين، سواء في سائقين الحافلات المدرسية او سائقين النقل. خلينا نقول لحضرتك برضو ان الحملات دي اتت ثمارها بشكل واسع جدا، يمكن احنا بنتكلم بالنسب والارقام على حملات سائقين المدارس. اول ما بدأنا الحملة دي كانت النسبة حوالي
8% منهم متعاطين مخدرات، لكن دلوقتي بنتكلم على ان النسبه 1 او 2%. فطبعا ده يعني رقم كويس جدا في المده الزمنيه دي، لان النسبه تقل بالشكل ده، ده يعني هي كده اتت ثمارها بشكل كبير، وما زالت دي مستمره. طيب خليني اسمح لي يا دكتور، عشان احنا دايما الوقت بيدهمنا سريعا. لازم نسأل في الإجراءات، بس الأهم من الإجراءات أعرف منين إن هذا متعاطي، والفرق ما بين المتعاطي والمدمن. يعني واحد، خلينا نتكلم بالبلدي كده، قعد في قعدة مع صحابه وكانوا بيشربوا حشيش، فهو استنشق الحشيش، أكيد هيأثر، هيبقى موجود في دمه، لأن الحشيش بالذات بيقعد فترات طويلة. لو عمل تاني يوم تحليل وللأسف طلع ان هو فعلا، او يعني اتشاف ان هو متعاطي، هنا الاجراءات ازاي وازاي هتتعاملوا معاه؟ واعرف ان بعض الادوية اللي بياخدها بعض المرضى بتدي نفس التأثير في، طبعا احنا بنتكلم على الكشف الاولي تقريبا كشف بول، فيعني اشرح لي هذه الاجراءات سريعا. طيب خلينا برضو اوضح لحضرتك الالية بتاعت الاجراءات او مراحل التحليل، ومن خلال الالية دي هيكون واضح لستك وللساده المشاهدين يعني ازاي نستبعد اي لغط ممكن يتم، سواء تمام من تعاملات الادويه او من الحاله اللي حضرتك قلتها لو هو قاعد جنب حد او حاجه. طيب التحليل يا جماعه بيتم على 3 مراحل. المرحله الاولى بيبقى الكشف الاستدلالي زي ما قلت لحضرتك كده، هو بيبقى عينه بول بيتم في مكان العمل، بيتم اللجنه بتنزل على مقر العمل. احنا لغايه دلوقتي عملنا اكثر من يعني نزلنا حوالي اكثر من 30 وزاره وهيئه. بيبقى فيه لجنه مكونه من 3 جهات، مكونه من وزاره التضامن الاجتماعي ممثله في صندوق مكافحه وعلاج الادمان، والامانه العامه للصحه النفسيه، ووزاره الطب، مصلحه الطب الشرعي من وزاره العدل. تمام. ال3 جهات دول هم اللي بينزلوا بيعملوا التحليل المبدئي اللي هو بالكشف الاستدلالي عشان يبين اذا كان فيه مخدر او لا يوجد مخدر. جميل. لكن ما فيش نسبه. طيب بعد كده لو تبين ان العينه دي ايجابيه وفيها مخدر في التحليل المبدئي، بيتم تحريز العينه وبتروح بعد كده للمرحله الثانيه من التحليل، وده بيتم فيه معامل وزاره الصحه عشان تبين نسبه المخدر، نوعه ونسبته قد ايه بالظبط. تمام. في الحاله دي هنا بنتاكد ان في تعاطي للمخدر وايه هو نوع المخدر. في حاله ان الموظف اشتكى ولجأ الى التظلم، هنا بنروح للجهه الثالثه اللي موجوده اللي هي مصلحه الطب الشرعي عشان نفصل بقى ونشوف هي جهه عياديه، هي جهه مستقله بتفصل في العينه وتقول فعلا اذا كانت تفاعلات دوائيه او في اي اسباب لايجابيتها، ولكن ولا هل ده هو فعلا بيتعاطى وبيتعاطى ايه بالظبط، وده سوء استخدام ولا ده هو حالته او وضعه يتطلب هذا الاستخدام. فالتحليل من خلال ال3 مراحل دول بنوصل فيه للمرحلة الثالثة، ان احنا بنكون عرفنا كل حاجة من خلال التحليل اللي بيتم على ثلاث مراحل، وكل مرحلة من هيئة مستقلة. نعم. وتنتهي بالطب الشرعي، الجهة الفاصلة والجهة المستقلة. طيب. والجهة سؤال اخير وارجوك الرد سريعا، ارجوك الرد سريعا. فكرة ان موظف هو عارف ان هو متعاطي وخايف يتفصل وقدامه 6 شهور، يعمل ايه حالا؟ يتصل بالخط الساخن لعلاج الادمان 160 23. 160 23 ده متاح 24 ساعة طول أيام الأسبوع. نعم. يتم توجيهه لأقرب مركز حسب المكان اللي هو ساكن فيه، بيتم توجيهه لأقرب مركز علاجي وتلقي هناك الخدمة العلاجية، وخلال الست نعم. شهور ويمكن قبل من 6 شهور كمان هيكون تلقى الخدمة العلاجية بالكامل، ويكون إن شاء الله في مراحل التعافي إن شاء الله. بنأكد تاني 160 23 هو رقم صندوق مكافحة الإدمان. تمام. تابع لوزارة التضامن، أي موظف قدامك 6 شهور الحق عالج نفسك علشان لا تتعرض لفكرة الفصل نهائيا من الخدمة. أنا بشكرك دكتور هشام جمعة، أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، شكرا جزيلا. شكرا. طيب خلونا نعرض فيديو سريع للمراحل اللي هنشوفها بعد 6 شهور. خلونا نتابع هذا الفيديو اللي تابع لصندوق مكافحة الإدمان، خلينا نتابع وآليات فصل الموظف. تابعوا هذا الفيديو أرجوكم بعناية. احيانا العنصر البشري بيكون مسؤول عن الحوادث اللي بتعصف بحيات كتير من الأبرياء، وفي احيان كتيرة بيكون السبب هو تعاطي المواد المخدرة، لأن المخدرات ممكن تؤدي إلى عدم إدراك اللي بيتعاطيها لا بالزمان ولا بالمكان، وكمان بطء في رد الفعل والتبلد
وأمور كتيرة ممكن تأثر بشكل مباشر في وقوع الحوادث. من هنا بتيجي أهمية الكشف عن تعاطي المخدرات علشان نوصل لبيئة عمل خالية من المخدرات. كشف التعاطي مش هدفه أبداً إننا نقلل عدد الموظفين زي الشائعة ما بتقول. الحكومة بتأكد إن أي موظف هيتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق علاج الإدمان واللي رقم 16023 هتتقدم له الخدمة مجانا في سرية تامة، وكمان لن يقع تحت طائلة القانون. لكن لو تم الكشف عليه وهو بيمارس عمل وتبين تعاطيه، هنا الإجراء هيكون رادع. الجزاء بيصل إلى الفاص في مشروع القانون الجديد لأنه بيعرض حياتي وحياتك للخطر. طب الكشف ده عبارة عن إيه؟ وإيه حقوق الموظف فيه؟ لجنة الكشف بيكون فيها ممثل عن صندوق مكافحة الإدمان، وكمان الأمانة العامة للصحة النفسية. بياخدوا منك عينة استدلالية بتطلع نتيجتها بعد دقيقة واحدة فقط. المهم قبل الكشف ان انت تقول للجنة لو كنت بتاخد اي ادوية، ولو نتيجة الكشف كانت ايجابية بناخد العينة ونحللها مرة تانية في المعامل التابعة لوزارة الصحة علشان نتأكد 100% ان العينة ايجابية. طيب لو انت عاوز تتظلم على نتيجة الكشف الاستدلالي هتعمل ايه؟ بيكون موجود مع اللجنة ممثل عن مصلحة الطب الشرعي، تقدر تقدم له التظلم وبيتم اعادة التحليل في الطب الشرعي والتأكد من ايجابية العينة. ولازم نفهم ان العينة التوكيدية بتتم من خلال اجهزة حديثة ودقة نتائجها 100%، ولو في اي تفاعلات دوائية اثرت على النتيجة بتظهر فورا. عاوز اقولك ان الاهم من كل ده لازم تتأكد ان الفرصة لسه قدامك للعلاج المجاني اللي تحافظ بيه على صحتك وماستر رزقك، وتبدأ رحلة العلاج باتصالك على رقم 16023. طبعا كان فيديو مهم جدا. 16023 هو الرقم صندوق مكافحة الإدمان والعلاج. في خلال 6 شهور أي واحد بيتعاطى قدامه فرصة إن هو يتعالج مجانا وفي سرية قبل ما يتفصل. خلوني انضم إلي الآن الدكتور محمود ربيع خبير الإدارة العامة والمحلية. دكتور محمود تحياتي. دكتور محمود، دكتور محمود، طيب احنا بنتكلم كده زي ما قلنا وعرفنا من الدكتور هشام جمعة ان في فرق بين التعاطي وبين الادمان. التعاطي ان واحد ممكن متعود ان هو زي ما بنقول كده بيفرفش مع صحابه بحاجات معينة بتتحول بعد كده، طبعا هو التعاطي اغلبه خاصة في الادوية بيتحول لادمان بشكل سريع. لكن اللي بيتعاطى ممكن لا قدر الله في اي وقت تيجي لجنة من صندوق تعمل كشف يكتشف ان هو متعاطي يتفصل. خلونا نعرف اهمية هذا القانون مع دكتور محمود ربيع خبير الادارة العامة والمحلية. دكتور محمود تحياتي. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. دكتور محمود، اهمية قانون زي ده في الوقت ده؟ الحقيقة ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو بيظهر مجموعة من الافراد هم في اداء اعمالهم بيقوموا بتعاطي وتدخين المخدرات. الحقيقة ان ده من شأنه انه يحرك كافة ادوات الدولة للقضاء على الشكل المشين ده للموظف العام. نعم. قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات كانت مشكلة الادارة في الفترة اللي فاتت اللي هي غل يد الادارة تجاه الموظف متعاطي المخدرات. نعم. وكان لابد ان النيابة علشان يعني يتم التعامل مع هذا الموظف لابد ان النيابة عايزة محضر تلبس. ويتعرض على المحكمة وبقانون وبقرار من المحكمة وكده. وممكن يعمل تظلم بعد كده ويرجع الشغل عادي. بالضبط، لان كان في بيتدخل فيها يعني اللجان النقابية والوساطة وامور كثيرة. نعم. كان من شأنها انها تغير قرار الادارة. الحقيقة ان قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات يعني هيرجع للموظف وقاره وللوظيفة قدسيته. نعم. الحقيقة ان القانون يعني في كافة جوانبه هو قانون متكامل بيتكلم عن الموظف والوظيفة والمتستر على الـ الموظف متعاطي المخدرات وجرم الاتفاق مع هذا الموظف او جرم الاتفاق مع المعامل او الموظفين اللي خاصين بالمعامل سواء بتغيير النتائج او التلاعب فيها.
نعم. القانون الحقيقة ان هو ما سابش، الحقيقة ان القانون ما سابش اي. طيب خليني اسألك في تخصص حضرتك في الادارة، ده هيأثر ايه على الادارة؟ احنا كنا بنتكلم على مشكلة الفساد في الادارات المحلية وعلى الجهاز الاداري للدولة واللي بيعطل الشغل، والناس اللي بتقعد تفطر 3-4 ساعات او اللي بيصلي 3-4 ساعات بيعطل مصالح الموظفين، وطبعا داخل فيها اكيد اللي بيتعاطوا المخدرات اللي ما بيجوش او اللي غيره، ده ممكن ينقل الجهاز الاداري للدولة ازاي؟ على الادارة المحلية فقط؟ لا، ده سلوك، والسلوك ده مالوش اي علاقة بالوظيفة اللي فيها الموظف. نعم. ده يعني في كافة الوظائف موجود هذا السلوك طبعا، فبالتالي طبعًا. لان ده سلوك بشري، ما هوش مش خاص مش متعلق بالوظيفة. وبنؤكد ان ده برضو نوع من انواع الامراض النفسية، وان المتعاطي هو مريض في هذه الحالة. ده اذا هو اعترف ان هو مريض وطلب اعترف. الطلب ان هو يعالج، لكن واحد ما طلبش ان هو يعالج، لا ده جرم. يعني هو لم يعترف، فبالتالي بقى اصبح يعني في وجه القانون مجرم. تمام. طيب انا بسأل حضرتك، القانون ده ممكن يساعد ازاي في تطوير الجهاز الاداري للدولة؟ يعني ازاي؟ ان انا مش من المنطقي ابدا ان المواطن يذهب عشان يتلقى خدمة من موظف في اي وظيفة عامة مغيب عن وعيه. نعم. يعني هذا غير منطقي، فبالتالي هيرجع زي ما قلت لحضرتك للموظف وقاره وللوظيفة قدسيتها. يعني حضرتك لو يعني موظف خاص يعني في منشأة خاصة، من السهل جدا ان حضرتك ما تروحلوش وتروح لمكان تاني، يعني هتلقى المصلحة او الخدمة من مكان اخر عند حد كويس ومحترم. انما مشكلة الجهاز الاداري ان انا ماليش الا هذه الوظيفة، راح تطلع بطاقة. نعم. فحضرتك يعني لازم تروح للسجل المدني علشان خاطر اللي انت تابع ليه. لا احنا كمان بنتكلم في اشكال حساسه جدا زي سائق القطارات، سائق المترو، الاوتوبيسات العامه، اللي هم حياه الناس في ايديهم في هذا الوقت. بالظبط، لذلك الدوله اهتمت بهذا، والسياده الوزيره نيفين القباج كانت متبنيه هذا المشروع والكشف على المخدرات بالنسبه لسائقي حافلات المدارس. نعم صحيح. والكمان المرور متبني الكشف على سائقي الحافلات اللي هي النقل الثقيل. نعم. وبالتالي هذه التحليلات احنا بنشوفها، بنوقفوا العربيات ويحللوا للسائقين، وده في حد ذاته شيء جيد جدا. يعني احنا يعني دي الحقيقه يعني حاجه بتغير شكل الجهاز الاداري للدوله للاحسن وللافضل. نعم. المنظومه هتكتمل باقرار القانون اللي احنا عايزين نقوله على وجه العموم. هذه القوانين هي قوانين بتمس البشر، بيضعها بشر، هي قوانين وضعية، ما هياش قوانين ربانية. نعم. يجوز ان احنا نلحق بيها تعديلات. صحيح. طبقا للظروف اللي يعني بتقع فيها القوانين، طبقا. نعم. للتغييرات. القانون ده يعني ما هوش قانون أزلي، ممكن نيجي بعد 2-3 نغير في بعض المواد او بعض النصوص الخاصة بهذا القانون. نعم. هذا لا يعيب القانون. صحيح. ولا يعيب صحيح. المشرع طبعًا. ولا يعيب وضعه. اكيد طبعا اكيد. فبالتالي ما يعني ما نجيش نقول بعد شوية بعد 2-3 احنا كنا فين وكان فين عقلنا لما حطينا هذا القانون ووافقنا عليه. لا، دي تغييرات وامور طبيعية جدا جدا طبقا لانها هذه القوانين هي قوانين وضعية من صنع البشر. نعم. انا بشكرك دكتور محمود ربيع خبير الادارة العامة والمحلية، شكرا جزيلا على وجودك معايا وعلى هذا التعليق. طيب ده كان رأي ضيوفي عبر الهاتف والمحللين والمتخصصين، خلونا نسمع اراء ضيوفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. محمود الضوي، هبدأ باول تعليق. تأثيرات فصل الموظف المتعاطي للمخدرات على حماية المواطنين والمرافق العامة والسلم المجتمعي والحفاظ على الانسان، لان العقل السليم في الجسم السليم، وبذلك لمصلحة المواطن او الموظف والصحة العامة والحفاظ على الأسرة والمجتمع، وأن يتقي الله في عمله وكان يعمل بصدق وإخلاص. وربما بعض الموظفين يتعاطوا المخدرات ولكن ليس لديهم القدرة أو الإرادة بالخروج من الإدمان أو العلاج أو التواصل مع الطبيب أو المصلحة، أو وده مش عيب ولا حرام. والبعض الآخر لديه الإرادة والعزيمة من أجل البقاء في العمل والحفاظ على الأسرة وعدم التشدد أو الفصل من العمل ويدمر الأسرة بالكامل، وأن يتحمل المسؤولية وأن يحافظ على نفسه وأسرته أمام المجتمع والأسرة في هذا عين العقل. محمود الضوي، أعتقد ده مرة تانية.
إقراره جريء وصائب للقضاء على الفساد بكل أشكاله وإعادة بناء الإنسان السليم لنا العقل السليم في جسمه السليم والحفاظ على المال العام والمرافق العامة وتسهيل جودة الخدمة العامة للمواطنين من قبل موظفي الدولة في المصالح الحكومية بتيسير ويسر. السيد الدمرداش: دون شك هذا القرار يمثل خطوة عظيمة للتنمية والبناء، فالمخدرات لها أثر مدمر للمجتمع، فالشخص المتعاطي للمخدرات لا يضر بنفسه فقط بل بكل محيطه في العمل والمجتمع والأسرة، بالعمل يكون غير كفء بسبب تأثير المخدرات، ما يحدث كوارث إذا كان سائق لقطار أو شاحنة أو مهندس أو طبيب. نشر المخدرات بين الرفقاء، كما أن المخدرات تعد باب للرشوة والاختلاس والسرقة من أجل توفير المال لها، وبهذا القرار أعتقد أن الكثير سوف يتوقف عن التعاطي حفاظا على مستقبلهم، أتمنى ذلك. وفيق الغمري: قرار موفق ولا شفقة، حيث أن المتعاطي يسبب الضرر الجسيم للمجتمع من حوله، وبعض الأعمال لا تتحمل الأعذار، ويجب أن يكون الخطأ الأول هو الخطأ الأخير. محمد الطواب إناوي عاشور: المشكلة التنشئة وإجراءات التعيين وعدم التقييم المستمر والتحليل أول بأول، لكن بعد إقراره تأثيرات فصل الموظف المتعاطي للمخدرات على حماية المواطنين والمرافق العامة قرار صائب. نعم المخدرات خطر في العمل الحكومي، لكن علينا أن نعالج الموظف إنسانية أولا وعدم خراب بيته وأسرته بأنانية قرار، علينا نمهله فرصة وعلاج ونقاها وتقييم لمستقبل وظيفته ثم أسرته، وهو ده اللي الحكومة قامت بيه، وفكرة إن هو قدامهم 6 شهور إن هم يلحقوا يبلغهم ويبدأوا إن هم يتعالجوا، ده مهم جدا. معايا دكتورة سامية خضر صالح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس. دكتورة سامية تحياتي. دكتورة سامية، هنحاول نتواصل مع دكتورة سامية مرة تانية. احنا بنتكلم الوقت مشاهدينا الكرام عن 6 شهور حد فاصل لأي موظف. في موظفين كتير أخدين الموضوع سهل، إن هو بدأ الموضوع في قعدة سوق، حد عزم عليه بحاجة شافها لذيذة، ممكن يدخل في إدمان بعد كده، وده خطر جدا. احنا بنفرق بين المتعاطي والمدمن، لكن القانون بدأ بالمتعاطي اللي هو أقل من المدمن. خلينا نعرف أكتر مع دكتورة سامية خضر صالح أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس. دكتورة سامية تحياتي. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا. طبعا احنا بنتكلم على، عايزين نعرف الأول الفرق بين المتعاطي والمدمن وتأثيره على أسرته وعلى العمل وعلى يعني محيطه كاملا. سيدي الموضوع يبدأ بالتعاطي، نعم، ثم ينتهي بالمدمن ومشاكله وأحداثه الخطير. فلما نقول الفرق، ما هو البداية كده بالظبط. طب اسمحي لي برضو عشان برضو نحب الناس كلها تعرف، يعني فكرة واحد أخدها بشكل مرح قاعدة سوق وخلاص. لا ما هو مرح النهارده، يعني هو دي ايه اللي هيوصله للادمان عشان بس الناس تفهم. يعني اول، في الاول اولا احنا بنقول انها بتبدا من اكثر من مكان. نعم. نبتدي بالاسره. قد يشب مثلا المتعاطي، او يعني الشاب مثلا انه في اسره اللي يشوف ابوه بيتعاطي، ده نمره واحد. قد يذهب الولد ده مثلا في صحبة، سواء بس مرحلة ثانوية مرحلة جامعية، يلاقي في البعض يتعاطي. نعم. فيبتدي ان هو يتعود على هذا. في حتة مهمة، عشان كده بنقول بيبتدي بالتعاطي ثم الإدمان، لأن بيتعود. نعم. خلاص ما يقدرش يسيبها. ثم قد يؤدي الأشهر الأخرى ان هو في سهرة من السهرات مثلا عيد ميلاد زي كده، ثم يأخذ بعض الشباب مكانا بعيدا ويبتدون هم يتعاطوا هذا المخدر. هو اسمحي لي برضو ان انا يعني اقول حاجة، هو فكرة التعاطي بتبدأ ان هي حاجة لطيفة، وبعد كده بيجي له احساس بالنشوة، بعد كده يحتاج ان النشوة دي تتكرر اكثر واكثر، وخاصة الناس اللي عندهم مشاكل نفسية، وبعد كده لا تكفي هذه الجرعة فيبدأ يروح لل شوف عايز اقول لحضرتك حاجة، احنا بنقولها هو ما تتعودش على حاجة. نعم. حتى التلفزيون، حتى الكمبيوتر، حتى الموبايل. صحيح. ما تتعودش، صح كده؟ صحيح. وساعات يقول لك ايه، الله، هو انت ادمنت السوشيال ميديا؟ صحيح. صح كده؟ صحيح. فهي اوحش حاجة انك تتعود على امور قد يؤذيك.
نبتدي نقول بقى المخدر، المخدر يطيح بالعقل، يبعدك تماما عن تنظيم فكرك، تنظيم نعم. عقلك، انت مش عارف بتفكر ازاي، انت مش عارف سايق ازاي، انت مش عارف تعمل ايه، وكأنك بتدخل في عملية كده يعني فيها كثير من النعومة. طبعا طبعا. لا في كمان يعني مخدرات مجرد جرعة او اتنين او تلاتة زي الفودو والاستروكس والحاجات دي خلاص بتتحول الانسان، بنسمع الزومبي يعني، حتى كنا بنسمعها في الافلام دلوقتي بنشوف ناس والله ليس بص عايزة علوم مش موجود اصلا. انا عايزة بس من فضلك ادخل من الاسرة الى شلة الاصدقاء معايا نعم. ثم الى الدراما مهمة جدا طبعا، ثم الى بعد كده وعي الأسرة بهذا الأمر، يعني ممكن يكون زي ما بقول لحضرتك في الأول، ممكن يكون داخل الأسرة أب عم هكذا. بعد كده شلة الأصدقاء، إحنا دايماً بنتكلم على شلة الأصدقاء وإحنا بندرس لشباب في الجامعة. نعم. احذر اختار اختار إيه؟ اختار صديقك قبل ما تختار طريقة. أي صحيح. طريقة. تمام كده، فدي حتة مهمة. هذه الأمثلة القديمة اللي إحنا تعودنا وتربينا عليها لازم ترجع تاني. صحيح. الدراما ما ينفعش ان احنا في رمضان وجايبين لي واحد بيسكر مع الطباخ بتاعه نعم. ونضحك ونقول يا سلام ده احنا عملنا حاجات ما حصلتش نعم. ما ينفعش يا سيدي نعم. ادي المثل، المثل السليم، المثل السليم ده حاجه مهمه جدا دايما، حتى طول ما عمرنا اقول لك شوف المثل الكويس وامشي معاه، شوف الطريق ده وامشي معاه، لكن احنا دلوقتي بنحط امثله سيئه جدا وبعدين نضحك وناخدها بفكاهه. صحيح. كل دي امور خطيره، كل دي امور في منتهى الخطوره. حضرتك كمان لمستي جزء مهم جدا وهو جزء التعود على العادات الالكترونيه الجديده، الجيمز وفي مخدرات الكترونيه ايضا، يعني دي برضو جزء كبير. الاسره هنا دور الاسره السويه ازاي تلاحظ او ازاي تقدر تعالجهم. ارجع اقول لحضرتك احنا طالعين في موضه دلوقتي، لا انا زي زيك تطبخ اطبخ اعمل كذا، لا ربنا خلى الست تتحمل الحمل 9 شهور صح كده؟ نعم. وامك ثم امك ثم امك ثم ابوك تمام كده؟ والجنه تحت اقدام الامهات. مش معنى كده ان انا ما ساعدش زوجتي، لكن انا ما بقاش بقول انت وانا يعني تبقى نفسك، لا ده لازم المراه تعرف انها ما دام جابت طفل الطفل في المرتبة الأولى، ما أنت كده بقى ده مسؤولية بره نعم. مش عايزين ما بيخلفوش خالص خلاص وليد بالهم. إحنا بنقول إنه جبنا طفل يبقى لازم إن أنا آخد كل صلاحياتي في السنوات اللي هي الدولة مديها لي نعم 4 سنوات، مش أقول لا أنا هروح ومش مهم وأنا هروح وكذا، لا ما ينفعش نعم. دي حتة مهمة جدا، احترام الطفل ده شيء مهم. أنت جبت طفل لازم تحترمي هذه الطفولة، صحيح تعطيه كل ما تستطيع. دي الفترة الأولانية اللي بيبقى الطفل بيتكون شخصيته فيها واللي بيحتاج فيها للحنان بشكل كبير. نعم أنا بشكرك، بشكرك على وجودك معايا دكتورة. لو كان بقى لو كان الأب بقى مدمن لازم هي تشوف طريقة تبعد عن هذا الموضوع. يبقى نعم. احنا عندنا الأسرة وعندنا شريك الأصدقاء وعندنا دور الأم ووعيها، وعندنا طبعا النواحي الدينية والمؤسسة الدينية حاجة نعم. مهمة كده طبعا. نعم أنا بشكرك، بشكرك دكتورة سامية خضر صالح أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا على وجودك معايا. يبقى احنا بنتكلم على دور الأسرة، دور مهم، بنتكلم على للأسف هو ما عادش كمان في أباء بس مدمنين، ده الأمهات كتير منهم، وحتى لو على حاجات بسيطة سجاير شيشة بعد كده نبدأ ندخل على حاجات تانية، هي دايرة مجرد اتفتحت بيبدأ الناس يدور فيها. وزي ما قالت الدكتورة فكرة التعود على السوشيال ميديا، وبقينا نشوف أشكال غريبة على السوشيال ميديا والتقليد الأعمى، سواء بقى تيك توك سواء يوتيوب، وناس بتطبخ وناس بتتكلم وأي ناس بتتكلم في أي حاجة، ده هنا بدأ نوع من الإدمان بشكل تاني، إدمان إلكتروني. ولازم تعرفوا إن في مقاطع صوتية بتنتشر على اليوتيوب أو على مش على اليوتيوب، على بعض المواقع الإلكترونية بتسبب الإدمان وبتسبب تلف العقل أو المخ. خلونا نحذر من ذلك ونتابع ولادنا بيشوفوا إيه وبيعملوا إيه. طبعا موضوع الإدمان موضوع كبير، لكن هذا القانون بداية لنقول لكل واحد يلحق نفسه.
زي ما قلنا 16 160 23 هو هذا الرقم اللي ممكن اي موظف يتصل بيه صندوق مكافحه الادمان عشان يتعالج مجانا قدامكم 6 شهور فقط. بكده نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه. بذكركم طبعا بالاجراءات الاحترازيه وان احنا لازم ناخد مصل كورونا في اسرع وقت. بنقل لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقه وتحيات حسام الدين عطل. الى اللقاء.